أولا الموقف الأمريكي بدأت نار غزة تلسعه سياسيا، يعني هناك تراجع مخيف في التأييد لبايدن، هناك احتجاج قوي جدا في الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن وفي نيويورك وفي أماكن أخرى من الولايات المتحدة، هناك يعني نوع من الغليان في داخل الحزب الديمقراطي نفسه الأمريكي، وهذا كله يؤثر، وأيضا في تراجع للمصالح الأمريكية في المنطقة، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة. هي معنية أن تساعد إسرائيل، هي معنية أن إسرائيل تواصل حربها وعدوانها على غزة وتواصل حربها على حماس حتى القضاء عليها إذا نجحت، لكن الولايات المتحدة ليست معنية أن تتورط في حرب إقليمية، وإسرائيل تدفع بها كما يبدو، أو هناك قوى في المؤسسة الإسرائيلية معنية في تورط الولايات المتحدة في حرب إقليمية سواء على الجبهة الشمالية أو مع إيران أو مع في المنطقة ككل، وهذا ليس في صالحها. إسرائيل أيضا معنية لحد الآن تتحدث عن التهجير الفلسطينيين، وليس من فقط من اليمين أو أقصى اليمين، وإنما من المركز السياسي، مركز الوسط السياسي، يتحدث عن تهجير الفلسطينيين خارج غزة. هناك من يقول بالقوة، وهناك من يتلاعب بالكلمات ويقول بطوعا، وهذا عمليا فرض ترانسفير أو تهجير قسري. نعم. لكن هناك، وهذا يصطدم أيضا مع المصالح مع مصر، ويصطدم مع الأردن، لأن هناك مساعي شبيهة للضفة أو مخططات تجري لإشعال النار في الضفة، إشعال الأوضاع، وأيضا إحداث نوع من النزوح الإنساني السكاني داخل الأردن، وهذا عمليا هناك قوى سياسية مبنية على هذا الطرح في إسرائيل. أعتقد أنه الأمور ليست في، يعني إسرائيل ليست اللاعب الوحيد في هذه المعركة، وليست اللاعب الذي يعني له الأثر الأكبر فيها. طبعا لديه القوة والاحتلال غزة حاليا ودخولها بريا وجويا وبحريا قصفا، والاستعداد للقضاء على احتلال خان يونس أي جنوب غزة، ودفع السكان إلى معبر رفح، إلى منطقة رفح، وهذا الوضع الأخطر الذي قد يحدث. الولايات المتحدة كما يبدو ليست معنية أن تتورط في كل ذلك. إسرائيل ليست معنية في اليوم التالي للحرب لا أن يبقى حماس ولا أن تعود السلطة الفلسطينية لتحكم في غزة، لأنها لا تريد أي حل سياسي. الولايات المتحدة ترى أن هناك يعني هناك توتر في هذه المسألة، في مسألة اليوم التالي. نعم. لذلك هناك مساعي، الولايات المتحدة معنية في حل، يعني يقال التقدم في الحل السياسي إن لم يكن حل الدولتين، وهذا يضع الولايات المتحدة وإدارة بايدن في صدام مباشر مع نتنياهو ومع أقصى اليمين من أحزاب الصهيونية الدينية المعنية بالضم ومعنية في القضاء على حماس والقضاء على السلطة الفلسطينية والقضاء على أي كيانية فلسطينية موجودة. طبعا قد يحدث تطورات أخرى، أنه نتنياهو يسقط قبل أن يسقط حماس وقبل أن يسقط السلطة الفلسطينية فيما لو نجح في ذلك، وهذا طبعا مستبعد جدا أن ينجح بها. نعم. إسرائيل تخطط لحل عسكري فقط، لكن الحل العسكري لم يعد يؤتي بنتائج لها.